ممكن بقى ندي أمثلة بشكل مختلف شوية أو شكل أكتر تفصيلا. يعني هنتكلم على الانتراكشنز دي على ديفرنت ليفل، على ديفرنت ستيج، يعني في كل حالة من الحالات اللي ممكن يبقى اليوزر بيستعمل المكنة فيها، ونشوف ايه الايرور اللي ممكن يحصل، ونتكلم على احنا ممكن نعمل ايه علشان ان احنا نحاول نكونترول الريسك اللي ممكن يطلع من كده. فعلى سبيل المثال احنا عندنا الانتراكشن نفسه ممكن يكون اليوزر فيه بيبرسيف انفورميشن، يعني بيبقى فيه معلومات الجهاز بيكونفي لليوزر، او ممكن اليوزر ده خلاص خد المعلومة وبيعملها بروسيسنج، او ممكن اليوزر ده بيكون بيكسكيوت اكشنز، يعني بيدوس على زراير او بيدخل انبوت انتري حاجه معينه، او يكون بيعمل سكاننج للبيشنت وات ايفر. فممكن يبقى في عندنا مثلا يعني اكزامبلز هتحصل لحاجات زي كده بالنسبه لليوزر بيرسيفنج انفورميشن. مثلا ان انا بسمع اوديتوري الارم، او مثلا فيجوال الارم برضه نفس الكلام، ممكن يبقى في تكست على ديسبلاي المفروض ان انا اقراه، ممكن يبقى في كولر كود مثلا معين، لما يكون في كولر كود ده المفروض انه بيدي معلومه معينه لليوزر، حاجات بالشكل ده كده. البروسيسنج بتاع الانفورميشن بتكلم على ريكولينج بروسيجر، يعني انا دلوقتي خلاص جات لي معلومه معينه ان انا خلاص خلصت المرحله الفلانيه، انا المفروض افكر انا رايح فين بعد كده، او ان انا اسوشيت ان ايكون اور كلر وذ مينينج، لما يكون عندي لونها حاجه لونها احمر يبقى انا عارف ان في حاجه شكلها فيها خطوره، فلازم ان انا افكر بقى اربط الحاجه اللي انا شفتها دي بالحاجه اللي انا ايه الحاجه اللي انا عارفها من معلوماتي قبل كده، وهكذا بنفس الشكل ده كده. الاكسكيوشن اوف اكشنز بتكلم على ان انا دلوقتي هدوس على انهي زراير، بتكلم على مانوفرنج ا سيرجيكال تول، يعني انا دلوقتي بستعمل بقى الجهاز فعلا، او ان انا مثلا بعمل سكاننج لبيشنت او وات ايفر. الانواع بقى اليوز ايرور اللي ممكن تحصل في اول حاله اللي هي اليوزر بيرسيفنج انفورميشن، لو انا بتكلم على سليبس مثلا ممكن اتكلم فيلينج تو ديتكت ان الارم، يعني ممكن انا ما اخدش بالي من الارم، يعني مثلا تكون الدنيا دوشه شويه وما اسمعش الارم اللي طالع دوت، او برضو ما اشوفش الديسبلاي اللي كان فيه المعلومه، او يعني حاجات بالشكل ده كده، حاجات معناها ان في معلومه معينه الجهاز كان بيحاول يكونفي لليوزر، وهو اليوزر لسبب ما يعني ما قدرش ان هو يتلقى المعلومه دي نتيجه للسهو. اوكي، العلاج بتاع حاجه زي كده اكشوالي ان احنا بنحاول ان احنا نوبتمايز بقى الطريقه اللي احنا بنكونفي بيها الانفورميشن، بحيث انها تبقى اكشوالي تادرس اليوزر ده باقصى بكذا طريقه اولا، وكل واحده فيهم لازم تبقى معموله بشكل معين او معموله بشكل اوبتمايز، بحيث ان هي توصل المعلومه بشكل يعني اكثر تحديدا من الوضع اللي هو اللي ممكن يخلي اليوزر ده ما ياخدش باله من المعلومه. بالنسبه للبروسيسنج اوف انفورميشن، الستيبس ممكن تحصل فيها ان انا ممكن اعمل الستيبس دي ان ذا رونج اوردر، يعني اعملها بخطوات مختلفه، او لو كان في لابسز معناه ان انا ممكن ان انا بيسيكلي يعني انسى حاجه المفروض ان انا اعملها في البروسيجر اللي انا المفروض اعملها، او ممكن ان انا كونفيوز المينينج بتاع وورنينج او ايرور سيجنالز، يعني ممكن يبقى في عندي طلع لي مسج معينه ووصلت لي المسج دي فعلا، بس المسج دي انا ربطتها بحاجه غلط، يعني انا ربطتها بحاجه مش صح، يعني ربطتها بحاجه يعني كنت فاكر انها بتاعت حاجه غير اللي هي عليها، يعني كنت فاكر انها ايرور بتاع مثلا المشكله الفلانيه، لا طلعت ايرور بتاع المشكله التانيه وانا ما كنتش واخد بالي. المستيك زي ما كنا بنقول حكايه الرول بيزد او النوليدج او الني ساينس، الحاجات دي كلها بتبقى يعني برضو ممكن انها تحصل باشكال مختلفه. هي هنا بقى الجزء بتاع التريننج الحقيقه ده مهم قوي، ولازم ان احنا نبتدي نفكر جديا ان احنا يعني نابلاي البيست براكتس فور انفورميشن برزنتيشن يوزر انترفيس وهيومن كمبيوتر انتراكشن، وفي نفس الوقت لازم ان احنا بيسكلي واليوزر بيعمل بروسيسنج للانفورميشن اكشوالي نحاول نعمل له جايدنس، نحاول ان احنا نجايد اليوزر المفروض هو يعمل ايه بعد كده، مش بس اديله المعلومه اللي هي الاولانيه واسيب هو يفكر هيعمل ايه بعد كده، لا انا ممكن اقول له انت المفروض تعمل كذا بعد كده او كذا او كذا او كذا مثلا، علشان يبقى هو يبتدي يبقى محدد بالظبط الحاجه اللي هو الدايركشن اللي هو رايح له، علشان ما يبقاش فيه كونفيوجن. بالنسبه لليوزر وهو بيكسكيوت اكشنز ممكن ان هو يسلكت رونج كي، ممكن يغير حاجه في رونج دايركشن، او في مثلا في دايل ولا في حاجه بيعملها عشان يابلاي الاكشن بتاعه دوت، ممكن يعملها بشكل عكسي مثلا، او مثلا ما يعني كان بيحاول ان هو يعني مثلا هو بيستعمل الجهاز نفسه ممكن الجهاز ده يستعمله بطريقه خاطئه بحيث ان هي تعمل دامج للجهاز ده، ممكن حقيقة نشوفه مثلا حاجه زي الالترا ساوند مثلا، لو مثلا الالترا ساوند يعني الدكتور بتاع الالترا ساوند مثلا هو بيستعمل البروب
الحقيقه في بعض الدكاتره بيمسكوا البروب من عند الانتري بتاع الكونكتور، اوكي، ولاسباب كتيره يعني. فممكن لو هو ماسكه مش من المكان المظبوط بتاعه، ماسكه من الحته اللي فيها الكونكتور داخل على البودي بتاع البروب نفسه اللي هو الترانسديوسر بتاع الالترا ساوند، ممكن بعد شويه يبتدي يحصل كراكس في الاسلاك من جوه، بحيث ان بعد شويه ممكن اكشوالي كونكتور ده يبقى فيه اخطاء، يعني يبقى فيه بعض الكريستالز الموجوده جوه مش واصل لها سيجنال اصلا، فتعمل مشكله كبيره ممكن ان هي يضطر بسببها ان هو يعني البروب ده تكلفته بتبقى غاليه، فممكن يبقى فعلا عنده مشكله فيها. او مثلا لو هو وهو بيستعمل الجهاز دوت ممكن البروب نفسه يقع من ايديه مثلا. فده كلها اخطار الحقيقه ممكن ان هي تحصل، وطبعا ما هياش طبعا intended. فطبعا احنا في الجزء دوت بقى لازم ايدنتيفاي اليوزر ليميتيشنز، يعني بمعنى نشوف بقى الفيزيكال ليميتيشنز بتاعت اليوزر ده شكلها عامل ازاي، بحيث ان انا اصمم الجهاز بتاعي ان هو يبقى مناسب ليها، ونحاول ان احنا نابلاي البيست ارجونوميك براكتسز، يعني يبقى الجهاز نفسه مريح لليوزر في الاستعمال، ما يسببلوش اي مشكله، بحيث ان هو ما يبقاش مثلا مضطر ان هو يمسك البروب بطريقه غلط، او يبقى يعني يبقى المفروض المكان اللي هو بيمسكه صح دوت يبقى اكتر مكان مريح، بحيث ان هو ما يروحش يمسكه من مكان تاني عشان المكان التاني ده احسن له مثلا. او مثلا ممكن ان انا الكلام ده بقى ممكن اعمله ايفالويشن عن طريق اليوزابيليتي تيستينج، ان انا الجهاز بتاعي ده احطه في سايت، او احطه مثلا في كذا سايت اكشوالي، وخلي ناس كتيره مختلفه تشتغل عليه من باك جراوند مختلفه، ونشوف اذا كان فعلا في حاجات بتتكرر بينهم ولا لا، نقدر منها نطلع المشاكل اللي ممكن تحصل في اثناء الاكسكيوشن اوف اكشنز.